الحمد لله، المهم العالم يحبوه يعني. شكرا لكل الناس اللي حبونا واللي تفاعلوا معنا وتابعونا. واخيرا نجوم ولاد بديعة يجتمعون على الفرح. شكرا على هذه الهدية الجميلة، وبارك لك الطاقم بالعمل على ولاد بديعة. شوي قريب من نبض الشارع. امبارح خلصنا تصوير فما لحقنا نعرف نتفاعل مع الناس كتير، بس الأصداء فظيعة أكتر من توقعاتنا بكتير. شكرا لكل الناس اللي حبونا واللي تفاعلوا معنا وتابعونا. فمن بعد 30 حلقة انتهت قصة ولاد بديعة بعد ما عملوا حالة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي وتحديدا سوريا وجمهور المسلسلات السورية. مهمة كل ممثل يعني انه هيك شوي يدور ويشتغل. الحمد لله، المهم العالم يحبه يعني، هذا كل المنى، ونحن علينا انه نجرب بس. فكل شخصيه في العمل ده قدمت دورها باتقان كبير وتميزت ببصمه خاصه بيها، زي ما بيشغلني لكاركتر سكر اللي بقت على لسان الكتار لدرجه ان اتعمل منها تماثيل صغيره. انا ما بيشغلني، اي دونت كير. قصة لسكر بتزعل كتير الشخصيات كلها، في عندها جانب مفروض عليها بالخيارات اللي أخدتها بالحياة، وهو هون السؤال يعني، بأنه أنت أحياناً لما بتخلقي بتنشأي بظرف معين، لأي درجة بتقدري تطلعي منه ولأي مدى؟ لما كانت عم ترقص على قبر أبو الهول هي ما كانت زعلان عليه، هي كانت زعلان على حالها، هي كانت زعلانة حالا، هي كانت شريكة بالقتل لمرة أخرى. وأبو الهول وطا. وأغنية ريحة البارود كمان ارتبطت بأحداث المسلسل. الأغنية دي اللي صدرت قبل العمل بثمان شهور، وهي أغنية خاصة لمعن ربع. راحت ريحة البارود يا هلا وطلت الأسود. أنا تفاجأت، الكل بعث لي إنه ما نشوف الأغنية بالمسلسل ولاد بديعة. شوف أنا كثير انبسطت وزعلت شوي لأني ما كنت بحضر بالحلقة. هم يتواصلوا معي صراحة فيما بعد أنا ما عرفت، كانوا عم بيحاولوا يتواصلوا معي ليطلبوا مني، ولكن ما صار نصيب إنه يوصلوا لي، فاجتهدوا ونزلوها. وبالعكس الحمد لله إنه اجتهدوا ونزلوها، فشيء حلو يعني. أنا ما راح أعرض نهائيا، بالعكس شيء ببسط يعني. أهل الكرم أهل الجود والله ما عليكم زود. وبس نسمع الأغنية دي بتعرف إن أبو الهول طال. هذا الفضل يامن وعلي، هن اللي اختار الأغنية لهي الشخصية، وأنا مثل ما فهمت من هون إنه الأغنية أوحت لهم بالشخصية. كمان دراعي من أكتر الأشياء اللي ارتبطت بأبو الهول، الشخصية اللي قدمها مجد في أول تجربة تمثيلية لي. اسم حتى بالعامية اسم مجد انتصر، كله يندصر دراعي دراعي، أهلين بدراعي وأهلين بدراعي، وينك يا دراعي؟ شرفتني يا دراعي. وهذا دراعي اليمين ولا اليسار؟ وصحيح ان محمد حضاخي دايما بيختار ادواره بدقه، بس شخصيه ابو الهول قدم فيها الشر بطريقه سلسه من غير تكلف، وميزها بلازمه خاصه لانه هو يبدو انه لصيق شوي بالشارع كمان، فكان شوي قريب من نبض الشارع بمفرداته. هو ما بيعرف كتير يتفزلك، فبسيط، فالعالم بتحب الدج احيانا والمباشره والبساطه. ما عنده الذكاء الاجتماعي اللي قدمه. والشخصيات المميزة في المسلسل كانت كتيرة، زي السيكي والوفا اللي كان ليه ستايل مختلف في اللبس وطريقة الكلام. تلت متليك تلت متليك احتار قلبي شو يعمل فيك. التوليفة بتتقسم لأكثر من قطاع، قطاع صناعة الشخصية هذا مهمة الممثل، هي خياراتي أنا. اللهجة بنرجع منقول إنه هي ليست لهجة دمشق، هذا الفرق بيعرفوه بس يعني أهل هاي البيئة. هي لهجة الغوطة، الغوطة الشرقية، بنيت على هي اللهجة أنا هذا الكاركتر، هو بنائي طبعا بموافقة وبالانسجام مع صناع العمل. ايوة معناته الشام الرفس لبرا ولولا تغشل. وبالرغم ان مساحة دورها ما كانتش كبيرة قوي، الا ان لين غرة كمان تعاطف معها الكتار. شوف يا استاذ، انا من ساعة اللي شفتك قلبي ما اندهش لك ابنه. كنت اخذ قرار بيني وبين حالي انه انا بس بدي اشتغل مع المدام رشا، بدي اشتغل دور ما يكون عادي يعني، رغم انه مروة يمكن ما في مساحة كبيرة وبتغيب وكذا، بس هو دور حقيقة جريء، وكنت حابة يعني الدور اللي اول دور يكون مع المدام رشا يكون شيء مختلف. فلا كنت حاسة حالي بين أيدي أمينة. ومش لوحدك يا لين اللي حسيت الشعور ده، كمان عند عدنان أبو الشمال.
شغل مع السيدة رشا متعة دائما متجددة، يعني والشغل مع محفز جدا لأنه هي بتهتم بكل التفاصيل وبأدقة. ولا عزام أول مرة بنشوفها بشخصية غير محبوبة عند الجمهور. شخصيتي أنا الشيء اللي انبسطت فيه بي 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 الدور اللي أنا لعبته أنه هي أول مرة العالم بتتعاطف مع شخصيتي، لأنه كرهوها لزهور بلحظة أنه هي أنه في الوفا، أنه هي ضايعة بين الوفا، وتعاطفوا شوي مع نظمي أنه أنت ما بيصير تتركي لنظمي. فهي كانت شغلة كتير منيحة لقلي أنه هي أول مرة ما بيتعاطفوا مع دور أنا بعمله، فانبسطت. ليش هيك عملتي؟ ليش هيك عملتي ليش؟ وبين أن المشكلة كانت في العيلة، فمصطفى المصطفى اللي أدى دور أخوها جمعة كان كاركتر أناني. أنا كنت عم بشتغلها من نص قلبي حقيقة، أعطيتها من روحي بكتير تفاصيل، بتفاصيل الدقن اللي ربيتها كتير، تفاصيل الشعر، تفاصيل حتى الأظافر اللي حقيقة زعلت أنه ما كتير العالم انتبهت عليها. والعمل خطوطه ما كانتش بس درامية وجرائم وخطط، كمان كان فيه خط ديني ملتزم من خلال شخصية أبو رياض. هي الفكرة بالمسلسل العلاقة بين متدين وشارب خمر، وأنه ممكن يكونوا أصحاب ولا لا، بيطلع أنه ممكن يكونوا أصحاب. هذا أنا بشوفه بالمحلات، بشوفه بالنوادي، بشوفه بكل مكان. بتلاقي بنت محجبة وصديقتها لابسة كات، لابسة قصير أحيانا، وعم يضحك وعم يأرجل وعم يعني بيقدروا يكونوا أصدقاء. ونجاح العمل ده واضح أنه لفت انتباه عباس النوري اللي كان من متابعينه وجيه على السحور عشان يشاركهم فرحة النجاح. أهم شيء ممكن ينحكى فيه وتوقف عنده هو هذا اللي لامس فيه النجاح اللي غير طبيعي مع الناس، كان موقف الناس يعني طول الوقت عم يتابعوا. هذا الشيء بيفرح القلب يعني، وانا يمكن بالنيابة يعني كتير ناس بدي لهم شكرا على هالجهد الجميل يعني. مثل المشاهدين يعني. ومش بس عباس، كمان نضال نجم حرص يكون في اليوم ده عشان يهني اصدقائه. ابارك لكل طاقم العمل على اولاد بديعة، ونحن محتاجين بسوريا فعلا انه هاي الاعمال تكون بهاي القوة تنتشر عربيا حتى يعني. اذا بقتلكم 440 مليون مره